خليني اقول لك ان معايا في هذه اللحظات ايضا كابتن سيد معوض مدرب مساعد النادي الاهلي. كابتن سيد ببارك لك النهارده، فوز كبير ومستحق رغم صعوبه اللقاء في بعض الاوقات، لكن انت رؤيتك للمباراه ايه وتقييمك لاداء لاعب النادي الاهلي؟ يعني الحمد لله زي ما انت قلت مكسب مهم جدا ومكسب كبير، ويمكن المباراه لو حللناها او قلنا اللي حصل خلالها، بدانا المباراه بشكل كويس جدا، جبنا جونين وضيعنا فرص كتيره جدا، كان عندنا امكانيه ان احنا نزود الثالث والرابع خلال الشوط الاول. كميه الفرص اللي ضاعت، الجون اللي دخل فينا في نهايه الشوط الاول، وبدانا الشوط الثاني بشكل مش كويس اول 5 دقائق او اول 10 دقائق لحد ما هدف التعادل جا فينا، انما بعد كده كان رد فعلنا الحمد لله كويس جدا. يعني رد فعلنا خلال التغييرات اللي عملها الكابتن حسام، من غير خلال تحريك عدد من اللعيبه جوه الملعب، عبد الله السعيد، وليد سليمان، اسلام محارب، تغيير الاماكن بشكل جيد جدا. انما هي النقطه الاهم ان هو درس مهم جدا بالنسبه لنا. المباراه عندنا الامكانيه ان احنا نخلصها بدري، كانت لازم تخلص بدري، ويمكن اتعاقبنا على الاستهتار بتاعنا شويه او على الفرص اللي احنا ضيعناها شويه خلال الشوط الاولاني، اتعاقبنا وتعادلنا 2-2. انما الحمد لله كان عندنا وقت ان احنا نقدر نرجع تاني ونرجع بشكل كويس، التغييرات كلها ساعدتنا بشكل كويس جدا. واللعيبه الشوط التاني لا، يعني انت لو لقيت مثلا، لو من غير ما نقول اسماء، كميه اللعيبه اللي موجوده في الملعب بالنزعه الهجوميه خلال الشوط التاني هتلاقيهم كبيره جدا، نسبه كبيره جدا، نسبه 90 او اكتر من كده اللي موجودين من ال 11 اللي موجودين في الملعب، نسبه كبيره جدا عندهم نزعه هجوميه. ده كان ليه تاثير ايجابي لينا، يعني اللي حصل في نهايه المباراه ده اللي كان لازم يحصل في بدايتها، ان هو انت بعد ما جبت الثالث حتى جبت الرابع وجبت الخامس، ده لو كان حصل خلال الشوط الاولاني كان هيبقى عندك الامكانيه ان انت تريح عدد من اللعيبه اللي بتلعب بقالها فتره، وده ما حصلش عشان كنت مطالب بالمكسب. انما الحاجه الايجابيه لا، الفرقه فيها روح كبيره جدا، فيها عزيمه كبيره جدا، حتى بعد 2-2 لا، لعيبه رجاله بمعنى اصح في الملعب، تالق كبير لكل اللعيبه. اي حد بتقول له العب في المكان ده، عندك لعيبه كتيره جدا عندها مرونه تكتيكيه بشكل كبير جدا، عبد الله، اجاي، اسلام محارب، وليد سليمان، مش عايز اسمي اسماء كتيره جدا. فده كان له تاثير ايجابي، وبنحمد ربنا مكسب كبير بتوسع الفارق مع النادي الاسماعيلي، اقرب منافس بالنسبه لنا. والفترة الجاية يمكن أنا اتكلمت من فترة إن مباراة المقاولين هي دي اللي بعديها الجدول هيبان بشكل كويس، دلوقتي الجدول هو بالنسبة لنا واضح جدا، واضح دلوقتي أنت متساوي في عدد المباريات والفرق موجود، تبدأ إن شاء الله خلال الفترة الجاية تزوده. في بعض الأحيان كان النادي الأهلي بيلعب باثنين مهاجمين، صلاح محسن ووليد أزارو، هل ممكن أو ممكن الجهاز الفني يفكر في إنه يلعب باثنين مهاجمين لإطفاء مزيد من السرعة في الخط الهجومي بالتحديد في ظل سرعة أزارو وأيضا صلاح محسن وتحتيهم أكيد باكاماني مثلا لو هيلعب معاه؟ اكيد في امكانيه بدليل ان هي اتعملت النهارده، بس انت على حسب رؤيتك للمباراه من خلالها او بدايتها. النهارده كان رؤيتنا ان احنا بنبدا بوليد وتحتيه عبد الله وباكا واجاي، انما خلال الشوط الثاني كانت الزياده الهجوميه مطلوبه بشكل كبير جدا، فصلاح عمال لعب ادى بشكل كويس. حتى التغييرات، الطريقه النهارده اللي بدانا بيها المباراه اتغيرت 3 أو 4 مرات. يعني انا هضرب لك مثلا بعبد الله السيد، عبد الله السيد لعب في 3 أماكن النهارده في تغيير المراكز، هو واسلام محارب اما نزل برضه يمكن اسلام كان نزوله في نص الملعب. فهي حاجات كتيره جدا، انما اختلاف الطريقه ممكن تلعب بفرودين اكيد خلال الفتره الجايه، بس على حسب رؤيتك وعلى حسب المنافس اللي بتلعبه. وده حصل خلال الشوط الثاني زي ما قلت لك في الاول، يعني كان موجود كميه لعيبه، لو انت قلت الاسماء بالنزعه الهجوميه دي لا كتير جدا. يعني كان في اصرار كبير جدا واضح من الجهاز الفني على امكانيات ازارو، على قدره ازارو التهديفيه، واقتناع تام من الجهاز الفني بازارو. النهارده واضح فعلا ان الجهاز الفني كان عنده حق في هذا اللاعب، النهارده ازارو هداف الدوري برصيد 14 هدف كبسه. لا انا اقول لك على حاجه، لو اتكلمنا دلوقتي وقلت ازارو كويس، يعني انا لو قلت دلوقتي وقلت حاجات كتير كويسه في ازارو ناس هتقول عشان هو دلوقتي، لا انا عايز هات اي كلام ليا انا شخصيا او الكابتن حسام البدري في الوقت اللي الناس كانت بتتكلم فيه عن ازارو بشكل مش كويس، هتلاقي الكلام مختلف تماما، والحقيقه هي اللي موجوده دلوقتي، واحنا منتظرين منه الكتير. يعني مش عايزين نقول ان هو جاب اكتر ما عنده، لا لسه، وكل اللعيبه مش ازارو بس، انت عندك الحمد لله ثقه في المجموعه كلها اللي موجوده في النادي، وخاصه اللعيبه الجديده اللي دخلت على الفرقه من اول الموسم عندنا ثقه كبيره فيها، وبنصبر عليهم وبنديهم بشكل كويس جدا، وده اللي يعني نتيجته بنشوفها اليومين دول، يعني نتيجه الصبر على عدد من اللعيبه بنشوفه خلال الفتره الاخيره. جاهزيه كل لعيبه النادي الاهلي يا كابتن سيد شايفها ازاي؟ واي لعيب بيلعب بصراحه بيأدي؟
لا الحمد لله، يعني المجموعه كلها زي ما قلت لك عندها ثقه فيهم، والمجموعه كلها بتمرن بشكل كويس جدا، واي حد بيطلب منه ان هو يكون موجود في الملعب بيأدي، وبيأدي الدور اللي انت بتطلبه منه وبيأدي بشكل جيد جدا. فالحمد لله دي حاجه كويسه ما يكون عندك منافسه كبيره بين اللعيبه، وعندك يعني لعيبه اول ما بتحتاج واحد فيهم بيدخل على الفرقه وبيدخل بشكل كويس، يعني الحمد لله. مبروك يا استاذ. ربنا يخليك.